ورجعنا لكم وبدايه فقرتنا الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه مره تانية. اهلا بيك يا فارس للمره ال 42 عايزين المره ال 42 الدوري في الجزيره. عايزين نقول ان نفسيا بعض الامور لما بتعتاد عليها بتفقد مستوى شعور يا اسامه بالفرحه بيها. ولكن نرجع كلنا ل 2015 والدوري بيضيع من النادي الاهلي. كل واحد فينا حس بلحظات حزن يمكن ما كانش مر بيها من فتره طويله، لان المقابل نفسيا انك لما بتفقد بطوله القاعده ان هي بتاعتك بتتاثر. الدوري ال 42 كان من نصيب النادي الاهلي من اصل 61 بطوله دوري موزعه على جميع الفرق، نسبه النادي الاهلي من 61 بطوله كام؟ ما يقرب من 69%. الاهلي يصنع الاعجاز، وزي ما قلنا قبل كده القاعده هي ان الاهلي البطل، الدوري المصري بيبدا والاهلي هو البطل ليه. وما ننساش كمان في اللحظه اللي كان فيها تتويج الاهلي بالدوري ال 42 كان بيتزامن مع عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب اللي بنقول له كل سنه وانت طيب. حابين بس نتكلم في لقطه، كابتن محمود الخطيب اكتفى يا اسامه بلحظات قليله جدا، كان بيصاحب مؤمن زكريا فيها الى منصه التتويج ثم توارى وساب المشهد للاعبين. دي صفات القائد، ودي اللي دايما بنتكلم انك محتاج تكون على قدر كبير جدا من النقاء والتصالح مع نفسك عشان تطلع لقطات زي دي. كل سنه وانت طيب يا كابتن محمود، كالعاده اسطوره بالنسبه لنا، شخصيه ملهمه، جزء من ذكرياتنا مع النادي الاهلي يا اسامه. بالتاكيد كل سنه والكابتن محمود الخطيب طيب وبخير ودايما في انجازات، ودايما اسطوره للنادي الاهلي وأسطورة للرياضة المصرية بشكل عام. وزي ما فارس قال إن الكابتن محمود الخطيب دايما بيكون بره صورة الاحتفال، لكن دايما بيكون موجود جوه كل انتصار وكل صورة للانتصار. فكل سنة وكابتن محمود الخطيب بخير وسعادة. وطبعا يا فارس عندنا أرقام قياسية اتحققت في الدوري المصري ده، وبأكد على كلام فارس، كل أندية في العالم بتحتفل دايما بالدوري العام، لأن ده المؤشر على قوة الفريق. الفريق البطل اي دوله في العالم هتيجي تسال عنه هيقول لك هو بطل الدوري، ليفربول او مانشستر او اي فريق او بايرن، دايما في احتفالات. وطبعا جماهير النادي الاهلي نفسها في بطوله افريقيا، والحمد لله احنا واصلين النهائي، لكن ده مش يخلينا اننا نقلل من قيمه البطوله الاهم في مصر او البطوله المحليه الاهم، وهي بطوله الدوري، خاصه لما تتحقق في ظل ارقام قياسيه فارس ما اتحققتش قبل كده. من مهم جدا يا اسامه اخد من كلامك، لما شفنا جمهور الزمالك بيقيم فكرة الفرق ما بين الوداد والرجاء كان دايما في جملة واضحة بتتقال، هو مين بطل الدوري بالزبط. المغربي اعتقد لما بيجوا هم لنفس القاعدة هنا بيكون عندهم حسابات تانية، ولكن ده لا يمنع ان النادي الاهلي حقق ارقام مهمة جدا، مش بس لقب الدوري 42، لا كمان اعلى. هنشوفها بعد نطلع الستينج ونبدأ بداية فقرتنا، نطلع مع فقرتين تانية. أول أرقامنا القياسية هو رقم مهم جدا للنادي الأهلي، وهو فارق الأهداف. مش بس يا أسامة فكرة قوتك الهجومية، ولكن من كمان فارق الأهداف، الدفاع عن الهجوم. النادي الأهلي 66 هدف الموسم الحالي 2019-2020 هو أعلى فارق أهداف لفريق في تاريخ الدوري المصري. بس ما كانش ده بس، لو رجعنا نشوف المواسم اللي كان فيها أعلى فارق أهداف بين الفرق كان النادي الأهلي برضه هو بطل المشهد كالعادة. هنيجي ل 59 هدف موسم 74-75، 56 هدف موسم 2017-2018، 52 هدف موسم 75-76، و51 هدف موسم 2005-2006. الأهلي يصنع التاريخ كالعادة يا أسامة. الأهلي يصنع التاريخ، والأهلي دايما بينافس نفسه، ولكن وبيكسر أرقام الأهلي. لكن بما أننا فارس اتكلمنا عن فكرة الأهداف، حابب أوصل رسالة مهمة جدا لجماهير النادي الأهلي اللي بتتخوف أحيانا من أن في فرق بتوصل أقل أو محاولاتها على المرمى أقل فبتسجل أهداف. مش دي القاعدة، لأن القاعدة لما نيجي نبص للدوري العام عملنا مقارنة بين ثلاث فرق، أهلي زمالك بيراميدز والإكسبكتد جول،
او الاهداف المتوقعه لكل فريق كان ممكن تتسجل كام وسجلوا منها كام. النادي الاهلي كان المفروض اهدافه المتوقعه نسبه ل 8 وصلت ل 98 هدف، قدر يحقق منها 72 هدف، قرب بكتير من الاهداف المتوقعه ليه. لكن نادي بيراميدز كان 82 هدف اهداف متوقعه، سجل منها 54 هدف فقط لا غير. الزمالك المرشح المحتمل في مواجهته في النهائي الافريقي اذا تخطى الرجاء عنده 81 الاكسبكتد جول او الاهداف اللي كان المفروض يسجلها في الموسم، سجل منها فقط لا غير 50 هدف. النادي الاهلي من كل 7 محاولات على المرمى بيقدر يسجل هدف، نادي بيراميدز من كل 8 محاولات على المرمى بيسجل هدف، نادي الزمالك من كل 9 محاولات على المرمى بيسجل هدف. ده معناه ايه؟ معناه اطمنوا ان الاستثناء اللي حصل مع نادي الزمالك في بعض المباريات الكبيره من عدد محاولات اقل ده استثناء مش القاعده، لكن القاعده هو اللي وضعها النادي الاهلي اعلى اكسبكتد جول، اعلى تحقيق للاهداف، اعلى كمان تسجيل اهداف من اقل فرص محققه. فنطمن بس عشان الناس اللي قلقانه من جماهير النادي الاهلي، لكن نروح نستكمل بقيه الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي والوصول ل 89 نقطه، والنادي الاهلي ايضا بيكسر رقم النادي الاهلي اللي حققه في موسم 2017 2018 بتحقيق 88 نقطه. كمان رقم قياسي حققه النادي الاهلي وهو عدد الانتصارات خلال موسم واحد 28 انتصار بالمساواه مع النادي الاهلي موسم 2017 2018. اعلى عدد مباريات من الشباك النظيفه في موسم واحد 28، وده كان رقم مسجل باسم نادي الاسماعيلي موسم 90 91 اللي فاز بيه بعد مباراه فاصله مع النادي الاهلي، كان الاسماعيلي 27 مباراه، النادي الاهلي 28 مباراه. دي ارقام قياسيه الاهلي تقريبا بينافس فيها نفسه ما عدا رقم النادي الاهلي كان بينافس فيه النادي الاسماعيلي. وطبعا ما ننساش من الارقام او الشباك النظيفه رقم محمد الشناوي اللي كسر فيه رقم برضه شريف اكرامي لاعب الاهلي السابق. اعتقد يا فارس ارقام قياسيه بتقول ان بطوله الدوري المصري هي بطوله الاهلي المصري. احنا قلنا قاعده، ابدا وتعامل نفسيا ان الدوري ده بتاع الاهلي، لو حصل الاستثناء يبقى من نصيبك على مدار سنوات قليلة جدا يسمح لك فيها النادي الأهلي بأنك تتوج بالبطولة. بس لفت نظرنا المشهد بتاع الاحتفال، كانت مشاهد مفرحة، مش بس مجرد فكرة أن النادي الأهلي بيحتفل واللاعبين والروح ما بينهم كويسة، لا أنت في التوقيت ده من بطولة إفريقيا كمان أن روح الفريق تبقى بالشكل ده، أن احنا نشوف أن الفريق كله قريب من بعضه بالشكل ده، نشوف اللعيبة بتتبارى في مين فيهم يعبر عن فرحته باللقب اكتر. شفنا مشهد كابتن احمد فتحي، تختلف تتفق، ولكن النادي الاهلي عرف يخلي اللقطه الاخيره بشكل رائع جدا. وعلى فكره انا باكد النادي الاهلي عرف يخلي اللقطه الاخيره، وكان النادي الاهلي حريص على ده. شفنا اسامه زي يا فارس ما كان حريص مع بعض اللاعبين ان يخلي اللقطه الاخيره افضل، ولكن بعض اللاعبين اللي بتصرفاتهم اللي اختلفت مع تصرفات احمد فتحي شويه خلت اللقطه مش سلبيه. كده احمد دخلت في اللي انا قصدي عليه بشكل كامل، وهي فكره ان النادي الاهلي هو اللي خلى المشهد يخرج بالشكل ده. كمان عايزين نقول حاجة، فكرة موسيماني، سرعة انصهار الراجل ده مع النادي الأهلي، الراجل ده دخل بسرعة جدا، الراجل ده عرف يتأقلم. على فكرة كان في بعض التحفظ عند الناس اللي بتتكلم في فكرة إن المدربين من جنوب أفريقيا، الراجل ده تعامل مع مكان هو عرف تاريخه كويس قوي، عرف أدبياته، عرف قواعده، وعشان كده اللقطة دي الراجل بيتعامل كقائد للفريق، بيتعامل بروح واضحه عليه جدا يا اسامه. بيمتلك الشغف يا فارس، ودي مهمه جدا، لما يكون المدير الفني جاي يقود فريق بحجم النادي الاهلي وهو عارف حجم النادي الاهلي بشكل كويس، وبالنسبه له كان حلم ان هو يكون المدير الفني للنادي الاهلي، وكمان بيمتلك الشغف والحماس ان هو يصنع الفارق مع النادي الاهلي ويكتب تاريخ مختلف لموسيماني عن تاريخ موسيماني مع صن داونز، اعتقد بنشوف الصور دي. غير بقى ان هو من الناحيه النفسيه بيجيد التعامل مع كل اللاعبين، ودي نقطه مش ممكن نغفلها في المدير الفني او في اي قائد، لان في النهايه هو قائد للفريق ده، فبالتالي الناحيه النفسيه والتعامل مع الجوانب النفسيه والتحدي وشغف واضحين جدا في موسيماني. لسه ما حققش حاجه بالتاكيد، ولكن بوادر موسيماني مع النادي الاهلي اعتقد الجميع بقى يشهد بيها، مش بس وجودنا في قناه النادي الاهلي اللي بنتحدث عن موسيماني بشكل ايجابي. نتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليفه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله نحتفل جميعا يوم 27 نوفمبر بفوز النادي الاهلي بالبطوله الغاليه الثانيه يا موسيماني. تعالى بقى نشوف يا احمد لما موسيماني حب يوجه رسائل بعد المباراه،
ازاي كانت الرسائل وازاي الراجل كان بيفكر وازاي اتكلم، وده المهم، لان ازاي انت لما بتتكلم بتبين للناس شخصيتك ايه. نشوف اول حاجه كتبها موسيماني تعقيبا على تتويج الاهلي، بيشكر النادي الاهلي، بيشكر كابتن محمود الخطيب ومجلسه، بيشكر المدير الفني السابق رينيه فايلر اللي كان ليه رساله خاصه ليه وسمح يبقى يستعرضها، وبيشكر الطاقم الفني كله، وبيشكر 70 مليون اهلاوي، واعتقد يا موسيماني احنا اكتر من كده بكتير. وبنتكلم كمان ان الراجل بيفخر انه تواجد في سجلات وتاريخ النادي الاهلي، زي ما اسامه كان بيقول لكم ان كويس جدا ان يكون عندك مدرب حاسس بقيمه المكان اللي هو فيه، الموضوع مش بالسي في فعلا. وشفنا ازاي ان مدرب زي موسيماني الشغف اللي اسامه قال لكم عليه بيفرق معاه كتير جدا. كان عنده رساله ثانيه، كان عنده احترام ايضا للمدير الفني السابق، ودي حاجه هو مش مجبر عليها، ولكن في النهايه هو الراجل مقتنع تماما ان هو جاء استكمل مسيره بطوله منتهيه، وده الرساله اللي بعتها لرينيه فايلر ان هو خلاص الراجل جاء بعد ما كانت البطوله اتحسمت، فبالتالي هو جاء يحافظ على الشكل او الستايل في النهايه ويكمل اللي بدأه وبعت تحيه لرينيه فايلر. ولكن في نقطه مهمه جدا عملها موسيماني في الاربع مرات اللي لعبوا في الدوري، ان هو ما تلقاش ولا هدف، ودي نقطه مهمه جدا برضو لازم يعني نلفت الانتباه ليها، لان مهم جدا برضو ان الراجل يكون جاي مدرك ان وقت ظروف زي مباراه بيراميدز يكون ناقص لاعب ويطلع محافظ على نظافه شباكه، ويروح الوداد محافظ على نظافه شباكه، وبس هي مباراه واحده اللي يدخل فيها هدف اللي هي كانت حسمت، وكان غير اجر او اجرى خمس تغييرات، فاعتقد موسيماني كل البوادر الخير، او يعني تقول الجواب باين من عنوانه شكله كويس، ولكن لسه برضو محتاجين ان النتائج تحقق على ارض الواقع، يحقق بطولات عشان نبدا نحط موسيماني في مكانه هو وارد جدا يوصل له مكانه مدربين كبار جم قادوا النادي الاهلي. لكن بخصوص الدوري المصري يا فارس، ودي الرساله اللي احنا بقى عايزين نوصلها للناس، عاده الناس في كل دوري بتطلع بحجه معينه، كل مره نطلع بوكاله الاهرام، مفيش وكاله الاهرام فنطلع بلاعيب الاسماعيلي، مفيش لعيب الاسماعيلي فنطلع بالتحكيم ومساعدات التحكيميه. يا جماعه متغيرات كتير بتحصل والقاعده واحده، الاهلي هو بطل الدوري. لو كل فريق خسر دوري وبدا يفكر اسباب خساره الدوري دي ايه غير الاسباب اللي بيتم، انا من وجهه نظري شماعات، وارد جدا نلاقي منافس قوي للنادي الاهلي، على عكس اللي احنا بنشوفه حاليا ان الدوري محسوم قبلها بسبع اسابيع فارس، والنادي الاهلي زي ما بيقول بينافس نفسه في كل مسابقات الدوري تاريخيا. عشان اللي انت قلته يا اسامه، لما في 2015 لما انت بتفقد بطوله الدوري قدرت بسرعه تعالج الاسباب لانك ما وقفتش عند مؤامره، وعلى فكره كنا بنرصد ان في اخطاء تحكيميه بس ما وقفتش ان دي بس المشكله وحليت المشكله الحقيقيه. عشان كده النادي الاهلي بيعرف ازاي يعدل اوضاعه ويرجع لمكانته اللي هو معتاد دايما يكون فيها. بس كمان الدوري ده ما كان ليستكمل إلا عشان كان فيه إرادة أولا للدولة المصرية إن الدوري ده يكمل، وأشخاص كتير جدا بنشكرهم. وعلى فكرة لازم من المنبر ده أوجه الشكر لكابتن أحمد شوبير، البعض يعتقد إن كابتن أحمد شوبير خدم النادي الأهلي، ولكن لا، أنا أحترم الشخص اللي ما عنده اتصال في مواقفه. نفتكر يا أسامة قبل كده كابتن أحمد و2013 كان بيقود حملات إن الدوري يرجع، كابتن شوبير قطع الصلاة على الهواء، يعني فكرة الراجل عنده مبدأ. أي حد بيشوف إنه ساعة فيما يخص النادي الأهلي ده مش حقيقي، كابتن أحمد شوبير كان من أول لحظة مع عودة النشاط وهو اللي كان مع تواجد الدولة المصرية، وعشان كده محتاجين نشوف تصريح كان مهم في وقت صعب جدا كان من الممكن إن البطولة تفسد فيه لولا المسؤولين اللي كان عندهم قرار واضح وصريح. نطلع ونشوف تصريح السيد الوزير أشرف صبحي. هل هنا احنا دي تفصيلة زيادة شوية، احنا بنتكلم على ان القرار في تفصيلة انه ده استئناف لبطولة الدوري التي لم تستأنف، ولا ملوش علاقة القرار باستئناف البطولة او بدء بطولة جديدة؟ افهم برضو من حضرتك. لا احنا بنقول استئناف الدوري، هو في دوري هيبدأ من جديد 25/7. تمام، يعني ده استئناف لبطولة الدوري اللي طبقا لدراسة لجنة اللجنة الحكومية ولجنة اتحاد الكورة ودراستنا وقرار مجلس الأوضة. إرادتين كانوا عند السيد الوزير، الأولى هي استكمال المسابقة وعودة النشاط، والأهم التأكيد على استئناف الدوري ده. الموضوع ما كانش له علاقة بإن النادي الأهلي كان متصدر، ولكن له علاقة بفهم طبيعة التسويق
وفهم طبيعه الرعاه، وانك انت تضحي بدوري او ان انت تقول انا مش هستكمله وهبدا مسابقه جديده، ده معناها خسائر ماليه ومستحقات كانت يعني مرتبطه بالموسم اللي انت مش هتستكمله. وهنا كان في رؤيه اقتصاديه كامله من السيد الوزير رئاسه الوزراء بالكامل، وده اللي اتنفذ، وده اللي بناكد فيه في اليوم ده ان اراده الدوله باستكمال المسابقه لولاها كان حاجات كتيره جدا ما اتحققتش، وهي اللي وقفتنا النهارده على رجلينا بسمها في حاجات كتير في الانديه حتى اللي بتلعب في افريقيا. بص يا فارس، هو الطبيعي في كل العالم حصل كورونا في كل دول العالم، اللي حصل ايه؟ بعض الدول وده عددهم قليل جدا هم اللي لغوا الموسم وحددوا كمان مين البطل، والبعض اللي كان الموسم فيه تنافس قريب جدا بين فريقين او اكتر خلاص لغوا الموسم، لكن الطبيعه او معظم الدول كلها استكملت النشاط. البعض كان بيردد ان فكره رئاسه الوزراء او وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كانوا بيتكلموا عن عوده النشاط دون عن عوده او استكمال مسابقه الدوري، لكن دي تصريحات بتؤكد ان الموضوع كان استكمال الانشطه زي ما فارس قال عشان الامور الاقتصاديه. لكن لو كنا بقى سيبنا الامر للجنه الخماسيه بقياده الاستاذ عمرو الجنايني كان ايه اللي ممكن يحصل؟ نعقب بعد ما نشوف الفيديو ده. هلعب ماتشين في الاسبوع فانا ما اقدرش ازنق اكتر من كده وخلاص، ما اقدرش نعم خلينا نستنى قرار الدوله وقرار دوله رئيس الوزراء هيطلع ونشوف هنقدر نزنق او مش هنقدر نزنق. لكن برضو لا يخفى على احد، برضو انا بقولها ان شاء الله الكاس هيتلعب، الكاس ما عنديش مشكله، الكاس هيتلعب. ما هو برضو السؤال هنا يا استاذ عمرو، ده اللي انا كنت بنتقد فيه قبل حضرتك تدخل معايا على الهواء، ما هو برضو ما هي صحه المواطن في الكاس او صحه اللعيبه في الكاس زي صحه اللعيبه في الدوري، ايا كان بقى دول 9 ماتشات ودول 147 مباراه، ما هي نفس الله ينور عليك. الريسك يا فندم بتاع 9 ماتشات غير الريسك بتاع 100 ماتش. موافقك يا فندم، بس كده كده في ريسك ولو بني ادم واحد اتصاب؟ طبعا كده كده في ريسك. على فكره انا لو رجعت حتى لو حطينا كل الاحتياطات بتاعتنا الفيفا ووزاره الصحه واتحاد الكوره واللجنه الطبيه والكلام ده كله في ريسك، علشان لا يخفى على احد طبعا هذا الكلام طبعا. لكن احنا النهارده بنقول الحياه لازم تعود. طبعا الفكره كلها كان ان الكاس يرجع، وطبعا الكاس يرجع لامور تخص اللائحه اللي بتنفذها اللجنه الخماسيه، لكن بطوله الدوري هيبقى الامور صعب. طب الريسك موجود في مباراه الكاس، اصل هم 9 مباريات. ده كان توجه الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد كره القدم، وطبعا زي ما شايفين كابتن احمد شوبير كان على طول في ردود مقنعه جدا ان زي ما في ريسك هنا في ريسك هنا، ليه ما العب هنا وليه ما العبش هنا. وطبعا الاستاذ عمرو الجنايني وصل لفعلا ان الريسك متواجد وهيكون الريسك متواجد، ولكن كان التوجه هو لعب بطولة الكاس. فهنا رسالة للأستاذ عمرو الجنايني اللي طبعا بناكن ليه التقدير والاحترام، ولكن هو قبل ما يتولى منصبه كان دايما بخفة ظل كده بيتكلم عن بطولات النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي بيحقق البطولات. أعتقد شهادة تاريخية وجودك رئيس اللجنة الخماسية والنادي الأهلي بيحقق الدوري بأرقام قياسية. أعتقد أنت دلوقتي عرفت هو إزاي النادي الأهلي بيحسم بطولة الدوري. عرفنا احمد ازاي النادي الاهلي حسم بطوله الدوري، وكان نفسي السيد عمرو الجنايني يكون موجود في تسليم الدرع بابتسامته اللي كانت مسار كتير من الجدل الموسم اللي فات، هل هي ابتسامه السعيد بالنادي الاهلي ولا ابتسامه الياس امام تحقيق النادي الاهلي لبطوله مهمه. بس عايز اقول لك نقطه مهمه، ابتسامه مسؤول برغم الانتماء جاي بيقدم حتى لو الابتسامه هو رسمها على وجهه. طبعا حقيقي، وزي ما بنقول السيد عمرو الجنايني كان ملتزم ببروتوكول مراسم الاحتفال في الموسم اللي فات. بروتوكول حقيقي. حقيقي. وعندنا بقى حاجه مختلفه، بما اننا بعين تانية فالجميع شاف مشهد تتويج النادي الاهلي، وشاف المشهد الرائع اللي كان البطل فيه كابتن مؤمن زكريا. البطل بتاع التتويج اللي يمكن النادي الاهلي يا جماعه ألغى جميع المراسم الخاصة بالاحتفال للتركيز في بطولة أفريقيا، إلا حاجة واحدة كانت فوق أي اعتبار آخر، لأن هو اعتبار إنساني بحت، وهو كابتن مؤمن زكريا. حد ساب كل ده وشاف المشهد بعين تانية خالص، وهو كابتن نادر السيد. نشوف العين اللي شاف بيها ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا. الشيء يذكر ان حسام عاشور يتعامل بنفس المعامله او بيتعامل بالمعامله اللي اتعامل بيها مع الاهلي مع احترام الكامل، يعني لان في الاخر ده برضو قيمه كبيره جدا. نختلف وجهات النظر، انما ما نمحيش التاريخ. ما اعرفش هو كان موجود النهارده في الاحتفاليه ولا لا. لازم يكون موجود، ولا رمضان طبعا كان لازم يكون موجود، كان لازم شريف اكرامي يكون موجود. حتى لو ما جوش
شريف او رمضان او غيره، بس لازم ده اعترافا بان هم مشاركين في ده يعني. احمد فتحي كان موجود مثلا، احمد فتحي لان الوضع مختلف، هو موجود في الملعب. كابتن هو موجود في الملعب. لا مش قصدي يا كابتن، انا قصدي المبدا على الجميع معايا. انا شاركت وتعبت وعرقت، اختلف معاك في وجهات النظر، دي حاجه وارده معايا، انما اكون موجود في، لان ده تكريم لكل الناس اللي اجتهدوا في الامانه. كابتن نادر السيد راح لحته غريبه جدا. اولا احنا اتفرجنا على اللقاء بتاعه كامل، وكان فيه كبير جدا القدر اللي اتكلم بيه من التوازن. لا كان فيه توازن، وكان فيه اشاده بالنادي الاهلي في حاجات كتير جدا، ولكن الفكره اللي بيتكلم بيها كابتن نادر السيد، هل النادي الاهلي فعلا قصر في عدم دعوه لاعبين معينين؟ اولا احنا زي ما قلنا النادي الاهلي ما دعاش ناس بصفه احتفاليه، لاعبين كتير ما كانوش موجودين، كابتن سعد سمير ما كانش موجود، و لا موجود. لا يعني ما شفناهوش في ارض الملعب بشكل احتفالي، احنا بنتكلم انت شفته في المدرج ولكن بنتكلم ان ما كانش الموضوع انت اللاعبين بيحضروا، وان انت بتيجي بتسلم لاعبين ميداليات، او ان انت بتتعامل بان ده مراسم لازم يكون كل لاعب مشارك فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا حابين نتكلم بقى بشكل واضح، عشان الموضوع يا احمد لما ما بيكونش فيه تناول، واحيانا النادي الاهلي بيرتقب ادبياته قوي، فبيكون شكل من اشكال العقاب ليه ان الناس بتحمله هو الخطا. كابتن حسام عاشور، النادي الاهلي لم يقصر معاه، عشان حضرتك تطلع الموضوع وكان النادي الاهلي بيعاقبه وما ينفعش اللي اتعمل مع كابتن حسام عاشور. كابتن حسام عاشور كان حابب يكمل في النادي الاهلي ويجدد، وكان فيه راي فني بان هو ما يكونش موجود بشكل واضح، راي فني النادي الاهلي لانه يحترم المدير الفني للنادي، عرض على كابتن حسام عاشور ما يعرف بالخروج المثالي وليس الخروج الامن، خروج مثالي. حضرتك تكون موجود يا كابتن حسام في اي منصب بتحبه، وكمان تكون موجود في قناه النادي الاهلي لو تحب، ومهرجان اعتزال ككسر لقاعده النادي الاهلي في عدم اقامه مباريات اعتزال. حصلت مشكله فيما بعد، حتى اطرافها الاخرى قالت ان كابتن حسام عاشور كان جزء من الخطا فيها، ده مش النادي الاهلي، ومع ذلك النادي الاهلي ما زال يحافظ على كابتن حسام عاشور، الى ان بنشوف كل فتره شكل من اشكال الاسقاطات وشكل من اشكال التصريحات اللي مش لذيذه، وان انا اروح اقعد مع حد بيصف النادي الاهلي بانه كان قليل الاصل. كل ده بنشوفه، والنادي الاهلي يحافظ على كابتن حسام عاشور. يبقى ما ينفعش بعد صمت النادي الاهلي ده للحفاظ على اللاعب يجي يتقال النادي الاهلي بيعامله بالشكل ده. اما كابتن رمضان صبحي، كابتن رمضان صبحي نفسه كان نادي بيراميدز بيخسر الكاس وبيخرج من دوري ابطال افريقيا في النهائي وبيخسر المركز الثاني، وكان طالع الراجل بيعمل حلقه فن والدنيا تمام وبتاع. فاصلا كابتن رمضان صبحي راح لتوجه ثاني خالص، وموقف جمهور النادي الاهلي معروف منه. هل ده معناه ان الناس دي ملهاش حق في البطوله؟ لا، هم نفسهم قالوا يا اسامه احنا حقنا مسجل في البطوله دي، واكيد حقك مسجل، انما النادي الاهلي ما تجاوزش في حق حد ولا اساء لحد ان هو حرمه من ان يكون اسمه موجود في البطوله. لا، اسمك موجود، ولكن النادي الاهلي ما دعاش اشخاص بعينهم. لا مش كده بس يا فارس، بما انك اتكلمت عن رمضان صبحي وحسام عاشور وشريف اكرامي، والحقيقه ان البعض بيبتز النادي الاهلي بالمثاليه الزايده، وبيبتزوا النادي الاهلي عشان اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، فعاوزين النادي الاهلي يجي على نفسه عشان خاطر يرضي البعض، وده طبعا تصور مش صحيح، لدرجه او بدليل ان رمضان صبحي اللي الكابتن نادر السيد كان عاوز يكون موجود في المشهد، هو بنفسه كان قال حقهم ان هم يشيلوا صورتي من الاستاد، هو بنفسه اللي مقتنع تماما ان هو وجوده جوه النادي الاهلي حتى لو صوره بقى شيء صعب جدا وحق اصيل للنادي الاهلي بعد اختياره، خلاص هو حر في اختياره. كذلك الكابتن شريف اكرامي، كذلك حسام عاشور اللي دايما تصريحاته بفكره انا رحت نادي شعبيه تضاهي النادي الاهلي، رئيس نادي مش بيرجع في كلام، وكلام كتير جماهير النادي الاهلي لمساه كويس جدا، فمش عايزين حد يبتز النادي الاهلي لا بقيم النادي الاهلي ولا باخلاق النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عارف كويس قوي ان هو نادي القيم والاخلاق. والحقيقه مشهد احمد فتحي هو مشهد بيرد على الكابتن نادر السيد، ما هو احمد فتحي وقع مع نادي اخر، ولكن احمد فتحي خلاص خد الجانب الاحترافي، انا لاعب محترف هديك لغايه اخر دقيقه في عقدي، فكان احمد فتحي متواجد في ارض الملعب وبيستلم درع الدوري برغم ان هو رايح نادي تاني، ودي كانت المباراه الاخيره لاحمد فتحي مع النادي الاهلي، واعتقد دي ردت على كلام الكابتن نادر السيد. والحقيقه النادي الاهلي اذا كان مطالب مع اي لاعب خلاص انتهت العلاقه بينه وبين النادي، هي مطالب ومستحقات ماليه، انت لعبت تاخد حقك كلاعب، خلاص التقدير
التأثير المادي أهم حاجة. بنشوف أندية تانية ولاعبين تانيين معتزلين من سنين السنين وحتى الآن بيطالبوا بمستحقاتهم من داخل الأندية الأخرى. عندنا مثال واضح جدا، الكابتن أحمد حسن عميد لاعب العالم بيسيب النادي الأهلي وبيروح نادي الزمالك وبيوصل له مستحقات الدوري نادي الزمالك. هو ده النادي الأهلي، مش بيضيع معاه حق لاعب. اما التقدير المعنوي لما اللاعب يقدر النادي الاهلي ويقدر جماهير النادي الاهلي، وقتها هيكون حق على النادي الاهلي ان هو يقدر هذا اللاعب. لكن في لاعبين هيردوا كمان على الكابتن نادر السيد من فكره التقدير المعنوي والتقدير المادي بعد رحيلهم عن الانديه، زي الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي للكابتن معتز اينو. نشوف الكابتن معتز اينو ونرجع نعقب. التزاماتك وارتباطاتك الماليه ولا كلمه، لدرجه بعد ما مشيت كمان وانا في حرس الحدود كان ليا مستحقات. النادي الاهلي بكل شياكه واحترام ونزاهه، انا بقولها على الملا اقسم بالله. كنت هم اللي بعتوا لك ولا انت اللي قعدت تلحق؟ لا لا لا، ما فيش الحاح. هي كانت الفتره دي كانت ساعتها الثوره والقصه، فكان كده كده مش عليا انا. دي كان على كل الفرقه. وقت ما ورغم ان انا بره النادي كنت انا واحمد السيد وشوقي نروح زينا زي اللعيبه، بس اللعيبه الفرق اللي انا بروح اخد فلوسي كاش. لكن اللعيبه عشان موجودين بينزلوا في الكارت في الارض في الميعاد، اول ما الفلوس بتنزل الدفعات اللي هي مستحقات بروح اخدها كانك لاعب في الفريق، واخش النادي عادي واروح الخزنه اخدها. وانت تلعب في حرس حدود وانت بتجيب جون في الاهلي عادي؟ انت بتهزر؟ والله ما بهزر. خدت فلوسي على داير مليم، محدش قفل الباب في وشك ويلا خاين وانت جبت في الاهلي جون. صعب. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انت لاعب نهيت علاقتك بشكل واضح مع النادي الاهلي، ليك تقدير معنوي وتقدير مادي. نهايتها بشكل انت اسأت التصرف فيه، ليك التقدير المادي ومستحقاتك، لان زي ما قال اينو كده صعب في النادي الاهلي لاعب ما ياخدش حقه. وعمر لاعب في النادي الاهلي ما ياخدش حقه، هتاخد حقك كبطولات وكتاريخ مكتوب، الارقام محدش يقدر يغيرها، انما مكانتك في قلوب الجمهور انت اللي بتحددها، وكل واحد بياخد المكانه اللي بيستحقها. مش بس معتز اينو ده كان رايه، معانا كمان كابتن تريزيجيه اتكلم في نفس النقطة وقال ازاي النادي الاهلي بيتعامل مع اللاعب بعد ما بيمشي منه. نشوف الفيديو. لكن ما حصلش اتصالات من الاهلي خالص. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن زيزو كلموني مرة، كنت لسه راجع من الإصابة الحمد لله على السلامة وكده وربنا يكرمك، وكان ليا فلوس في النادي وكابتن سيد عبد الحفيظ الدهاني المفروض ان انا مشيت من النادي وكده، ما في النوادي كتير قوي، لا ما خلاص انا مشيت من النادي، لا ده كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني وبعت لي الفلوس والدهاني، وطبعا انا بشكره جدا على اللي هو بيعمله معايا واللي عمله معايا قبل كده. كابتن سيد عبد الحفيظ كان هو اللي موجود اول ما طلعت. فكنت بسمع وكده والناس خلاص كلمتني انت راجع خلاص، وسعد كلمني كان بيقول لي انت راجع، والناس كتير قوي كلمتني، وانا برضو انا هبقى مبسوط لو رجعت الاهلي طبعا، بس انا عايز احقق حلمي وحلم النادي، يعني انا عايز ابقى ابن النادي وعامل حاجه في اوروبا. انا ما امثلش نفسي، وان انا ما هم يشتروني النادي هياخد مبلغ كويس. ده النادي الاهلي يا كابتن نادر في الجزء العملي، هو اللي بيدور على حقوق اللاعب كمان، اما اللي هو اختار بارادته ان احيانا ما يكونش جزء من فرحه النادي الاهلي، عمر الجمهور وقت الفرح ما هيدور عليه، وده شيء منطقي. وبرده يا اسامه ما كانش اخر حد كابتن تريزيجيه. انا عايز بس اعقب على نقطه تريزيجيه في نقطه. تريزيجيه في التوقيت ده النادي الاهلي كان في اشد الاحتياج اليه، وكان تريزيجيه عقله في الاحتراف، ومع ذلك النادي الاهلي بيديله مستحقاته، لان ده موضوع، وموضوع انك تبقى في النادي الاهلي موضوع تاني، بيحتاج ان انت يكون عندك الاراده انك تبقى متواجد في النادي الاهلي وتخلص لتيشيرت النادي الاهلي. لكن انت لو احلامك مختلفه خلاص مع احلامك، لكن حقك هتاخده. ومش ده بس اللي احنا بنتكلم فيه كلاعبين، لا كمان رينيه فايلر بعد الشرط اللي اتحطه من 1 اكتوبر ل 10 اكتوبر واللي هيكمل، لا هيرحل ومشدات، ووضعنا في موقف حرج قبل نهائي نصف نهائي بطوله افريقيا، ولكن رينيه فايلر بيوصلوا مستحقات بطولة الدوري، ومفيش مدير فني هيتواجد في النادي الأهلي وتلاقيه خرج وقال أي تصريح يسيء للنادي الأهلي من قريب أو من بعيد. رينيه فايلر آخرهم، لكن مش رينيه فايلر آخرهم حاليا، لكن مش هيكون آخرهم، لأن دايما تاريخ النادي الأهلي مع المديرين الفنيين فارس احتفالات وتكريم، ودايما بنلاقي فيه ارتباط وجداني بين المدير الفني الأجنبي والنادي الأهلي مع مرور الوقت. عارف عاجبني في فايلر إيه؟ انه ما وقعش في الفخ، ما وقعش في الفخ اللي غيره وقع فيه في تصريحات فيها شكل من اشكال المكايده والتصريحات الاعلاميه اللي بتخسر كتير. رينيه فايلر كان اذكى من ده بكتير جدا، وعرف يتكلم عن النادي الاهلي بشكل كويس. ما كانتش بس دي فقرتنا الاخيره، لا معانا فقرات تانية، معانا فقره فارو. و
ورجعنا لكم، والعودة المرة دي هي عودة لاستئناف بطولة إفريقيا اللي خفنا للحظة وشكينا إن البطولة دي أصبحت عقدة، إحنا نعمل أقصى ما علينا يجي ظروف خارجية، وقلنا إن البطولة دي إن شاء الله إن شاء الله لو أراد ربنا والنادي الأهلي حققها هيكون لها قصة مختلفة وسيناريو هنشوفه معاكم هنا من جانب تاني خالص. الكاف كان على المحك نتيجة قرار بتأجيل مباريات نصف النهائي ونهائي البطولة مرة أخرى. خرج جواب من الأمن نتيجة ظروف داخلية هنا تخص الانتخابات بالزبط. وأمر طبيعي الأمن أرسل للكاف. كانت الردود فيها شكل من أشكال الغرابة من الكاف، لأن يكاد يكون الموضوع راح لحتة أبعد بكتير جدا، إن لقينا مواعيد أخرى بتحدد، كنا نخشى للحظات إن البطولة ما تستكملش. ولكن في المواعيد دي يا أسامة لازم نقول أيا كانت أسبابها إيه، مين هو أكبر متضرر فيها؟ النادي الأهلي ونادي الرجاء ونادي الزمالك أطراف الموضوع. الزمالك عنده إصابات، صرح مسؤولين الزمالك بشكل واضح لا ندعي ان هما احنا كان عندنا خطة من تأجيل المباراة واحنا كمان كنا حريصين على تأجيل المباراة، نقطة خلاص خلص. بنيجي للرجاء، اكيد لا يخفى على احد اصابات الكورونا وحرص الرجاء على تأجيل المباراة. طرف واحد فقط كان هو في قمة جاهزيته للمباراة وحسم البطولة وهو النادي الاهلي، هو الطرف الأكثر تضرراً من هذا التأجيل. عشان كده لازم نحط في الصورة أن القرارات حتى أن قد يتضرر منها النادي الأهلي، ولكن نحن لا نعيش في مظلومية وما بنتكلمش عن مؤامرات، ولكن بنقول أن عملياً لازم نسجل النقطة دي أن النادي الأهلي كان الأكثر تضرراً من هذا التأجيل. مهم جداً يا فارس، مهم جداً فكرة التخوفات اللي أنت بتتكلم فيها، لأن حابين نوضح ليه مشاهدي قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان ان ليه وصلنا كجماهير النادي الاهلي نتحدث عن تخوفات، لان الحقيقه يعني استعرضنا في الحلقات السابقه حاجات كتيره جدا تخص الكاف وقراراته والتراجع في القرارات وتعيين حكام وضغوط تتراجع تاني ودخول لعيبه وانديه مسابقات تخرج منها وتدخل تاني، فبالتالي انت بقاش عندك الكاف ذو المسطره اللي هو هيدي قرار هيبقى هو ده القرار، لا انت بقى عندك دلوقتي يا ترى القرار ده هيتغير بعد ساعتين ولا ساعتين وربع، يعني الموضوع بقى كده، فبالتالي تخوفاتنا دي انت بتضحك ليه؟ انا بضحك على الكاف ذو المسطره يا ابني، الكاف ذو المنقله. لا لا الموضوع حلزونه بجد والله. فبالتالي تخوفاتنا دي تخوفات في محلها تماما، ولكن مع التخوفات دي كل حد لازم في منظومه النادي الاهلي يقوم بدوره، جماهير، مسؤولين، جهاز فني، لاعبين، ولازم اللاعبين تحديدا اسمك هيتكتب بحروف من ده في سجلات دوري ابطال افريقيا. لازم امامك 90 دقيقه باذنك يا رب، باذنك رب ما تحاولش تقلل من تركيزك ملي واحد، جهدك لازم يكون اقصى ما يكون، 90 دقيقه رجوله، 90 دقيقه قتال، ايا كان موعد المباراه، ايا كان ملعب المباراه، ايا كان حكم المباراه، حتى لو احنا هنا ابدينا تخوفات من بعض الحكام، وانا تحديدا بملاك تسميا بتمنى يا رب ما يجي، ولكن مع ذلك لما ابدينا تخوفنا على سيكازوي انت قدرت تفوز على الوداد في المغرب 2-0، فسيبك من فكره اي تخوفات كاعلام النادي الاهلي نبديها من فكره التحكيم الافريقي اللي بنعاني منه، انت ركز ان يكون مستواك الفني توب، ركز ان يكون تركيزك في ال 90 دقيقه هو الاعلى، ان دي بطوله هتكتب اسمك بحروف من دهب في سجلات الشرف داخل النادي الاهلي، كمان بقى هتدعمك معنويا، هتبقى في ذكرى وقلب كل مشجع اهلاوي بيحلم بالفعل بالبطوله دي، لانها غابت عن النادي الاهلي اعتقد فتره اطول مما ينبغي. ده مهم جدا، رساله نوصلها للاعيبه النادي الاهلي، ركز في الملعب فقط لا غير، وسيب الباقي علينا، كل ما هو بره الملعب ما تشغلش بالك بيه. لكن جزء المؤامرات او نظريه المؤامره متواجده بشكل كبير جدا ودائم عند البعض، فحبينا ناخد تصريحات نعقب عليها عشان نوضح فروقات كتيره جدا ومهمه جدا. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. انا اجلت نهائي افريقيا عشان خاطر عشان خاطر ان في انتخابات مجلس نواب. طب هو انا باجل الدور قبل النهائي ليه؟ من 1 نوفمبر اخليه 3 نوفمبر، لا كمان مش 3 اخليه 4، لا كمان مش 4، ده كان بمقترحين يخلوها 5 بس الزمالك هو اللي قال خليها 4، لانه ادوا اقتراح ل 4 ل 5،
يعني كان عايزين يخلوها 5 كمان نوفمبر فخلوها 4. وحضرتك بتأجل ليه اتحاد افريقي؟ بتأجل ليه اليوم 4؟ مش حضرتك بعد ما اجلت خليتها 1 نوفمبر؟ هو انت هو في حاجه في انتخابات الدوله المصريه قالت لك اجل؟ انت حددت يوم 1 نوفمبر، بتأجل ليه اليوم 4؟ هنا السؤال، حاجه غريبه جدا، كأنك بتعطي فرصه للفريق الاخر انه يتعافى اكتر واكتر. انا ما عنديش مشكله ان اللعيبه تتعافى وربنا يشفي الجميع، مش دي مشكلتي، مشكلتي اللي بيعمله الاتحاد الافريقي. هو بالفعل اللي بيعمله الاتحاد الافريقي عشان نكون منصفين هو مشكله، ولكن المشكله دي حتى الكابتن خالد وهو بيتكلم كان هيغلط ويقول ان الموضوع تم بالاتفاق بين الناديين، نادي الزمالك ونادي الرجاء، وده اللي اعلنه الكاف في البيان المقتضب اللي اتكلم فيه عن فكره تاجيل نصف النهائي. إذن كان في اتفاق، وهو حاول كان هيقول ان هو كان عايزين يعملوا لهم 5 ولكن فيعني تلعثم في الكلام وحاول يعديه عشان ما يوضحش ان تحديد يوم 4 هو اتفاق بين الطرفين. ايا كان الموقف ايه، فاحنا بنؤكد الكلام اللي احنا جايين ليه الفقره دي، ان النادي الاهلي غير مستفيد اطلاقا من كميه التخبطات اللي بتحصل دي، بل بالعكس النادي الاهلي هو الاكثر تضررا من كل الفرق الموجوده اللي كانت موجوده في المربع الذهبي من تاجيل اصلا نصف النهائي من البدايه. ومع ذلك بنقول تركيزنا يا فارس في الملعب والبيع على ربنا ان شاء الله يا اسامه. التركيز ده هيؤتي ثماره، ولكن نظريه المؤامره لا تتوقف، وقولا واحدا لا تتوقف، عشان كده محتاجين نقف مع تقييم كابتن خالد الغندور لبكاري جسام. كابتن خالد الغندور بمجرد السماع او الاعلان عن ان بكاري جسامه حكم محتمل لمباراه الرجاء والزمالك، كابتن خالد الغندور كان له راي مهم جدا نقف عند الراي ده، نطلع ونشوف الاول هو قال ايه. انت بتجيب بكاري جسامه اشمعنى؟ اشمعنى بكاري جسامه؟ اشمعنى في الماتشات المصيريه بيكون بكاري جسامه؟ واسمعوا عمرو مصطفى مراد فهمي بيقول ايه عليه؟ بيقول ايه عليه؟ كلام خطير جدا. النادي الاهلي اشتكى قبل كده فخاف وترعب، راح هناك ماتش سان داونز الثاني، راح مرضاش يطرد احمد فتحي، خاف النادي الاهلي عمل له رعب. النهارده نادي الزمالك انا على حد علمي يعني قيل ان هو هيودي جواب يتساءل اشمعنى بكاري جسامه، يعني اللي هو يوم الاربعاء اشمعنى. على العموم انا بعمل الفيديو ده تحذير للاتحاد الافريقي، وبكلم اخواتنا هناك في المغرب، بكاري جسامة في تقنية فار، اي مش هتتكرر بقى موضوع بيراميدز ونهضة بركان. يعني بيراميدز ونهضة بركان كان لمؤاخذة يعني باينة قوي، يعني نهضة بركان وفوزي لكجع كانت باينة قوي. محتاجين نركز جدا في الفيديو ده، الفيديو ده فيه نقطتين مهمين. اولا في طريقه عرض كارثيه، كابتن خالد الغندور قال رحم الله عمرو مصطفى فهمي اللي بنديله كل لحظه كريدت على اللي كان بيعمله ربنا ده لازم نفتكر الراجل ده لانه كان شخصيه عظيمه. بيستشهدوا بيه دلوقتي يا فارس، بيستشهدوا بيه بعد ما كانوا بينتقدوه وبيتكلموا عن انه كادر النادي الاهلي في الكاف، بيستشهدوا بيه دلوقتي. انا عندي بقى نقطه كمان في الاستشهاد، هو قال ارجعوا الكلام عمرو مصطفى فهمي عن بكاري جسامة اللي النادي الاهلي ظلم النادي الاهلي وبعد كده عوض النادي الاهلي قدام سان داونز وتغاضى عن وتفهم من سياق الكلام ان عمرو مصطفى فهمي قال كده. لا خالص، الراجل كان بيتكلم ان بكاري جسامة وجه البطولة في اتجاه واضح وتعمد اقصاء الاهلي واستشهد بواقع الفساد. مش بس هو النهاردة بيستشهد بعمرو مصطفى فهمي لان الشخص صاحب السيرة الرائعة اللي فعلا مواقفه هتفضل باقية هو اللي هيجبرك في يوم من الايام لان هو ذو حيثية ولان هو شخص نظيف ان انت تستشهد بيه ان انت تجيب كلامه. الاهم كمان في الكلام حاجة طريفة جدا، كابتن خالد الغندور لما حب يشير على صفحته الصورة نزلها من صفحة بيتكلم شاهدوا ماذا قال كابتن عمرو مصطفى فهمي عن بكاري جسامة، ومن صفحة مكتوب عليها الأهلي نادي القرن الحقيقي. يعني أنت متخيل كمان اسم الصفحة، فأحيانا الموضوع بيجبرك. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت بتتكلم إن بكاري جسامة حكم سيء وليه وقائع قبل كده،
طب ما بنفس المنطق اللي انت برضو اتكلمت بيه، تعال بقى نكلمك بمنطقك. انت اتكلمت عن سكازوي اللي احنا كنا عندنا وقعة فساد واضحة ليه في اول اغسطس ومباراته مع الترجي واللي حصل له ايقاف فيها، يعني عندنا وقعة فساد اكيدة. جيت انت بعد المباراة طلعت قلت ايه؟ ان هو كان حكم ممتاز. احنا بقى بنقول لك رسالة، طب ما تستنى، ما يمكن بكاري اللي بقى حكم الفار حكم ممتاز. بنفس المنطق مش من حقك تتسرع في الحكم. ده اللي احنا بنقوله، النادي الاهلي لما بيتكلم عن حكم او بيستاء من حكم او بيتخوف من حكم بيكون في موقف سلبي مع النادي الاهلي، لكن ما كناش بنشوف ابدا النادي الاهلي بيعترض على التحكيم من قبل التعيين خالص، ولا حتى دلوقتي بنشوف، ولكن جماهير النادي الاهلي من حقها تبدي تخوفات. لكن لما انا امر ببطوله سوبر افريقي بخسرها بحكم يثبت بعد كده رشوته، ولما اخسر بيد انرام وعم ترجي ويثبت رشوته، فلازم انا كجماهير النادي الاهلي اتخوف، وكمان من بكاري جسامه له مواقف سلبيه معايا فلازم انا اتخوف منها. لكن هو ما كانش له مواقف سلبيه مع الكابتن خالد، لكن انت بتخوفك من بكاري جسامه اصلا رايك في بكاري جسامه كحكم ايه؟ نشوف الفيديو. ايه سبب خساره الاهلي في كاس افريقيا؟ هو ايه سبب ان بكاري جسامه حكم اكثر من رائع وحكم 5 نهايات متتاليه وصعد بمصر كاس العالم بضرب الجزاء في الدقيقه 94؟ وايه سبب ان بكاري جسامه بقى مرتشي؟ وهل فعلا الحكم كان هو الاساس في عدم استطاعه نادي الاهلي الفوز بالبطوله؟ وهل بكاري جسامه هو اللي حكم اللقاء الاول اللي انتهى بالتعادل 1-1 ما بين النادي الاهلي؟ هو بكاري جسامه لما الاهلي يعترض عليه يبقى حكم من افضل الحكام، واسباب اعتراضكم ايه؟ طيب لما يتعين نادي الزمالك الحق ده حكم مغرض، طب غيروا بكاري جسامه يا كابتن خالد وجابوا لك السنغالي نضاي، لا ده جاي لغرض ايضا وهيحطوا بكاري. هي دي المشكله، هي دي المشكله، ان انا عندي ازمه دايما من قبل المباراه ما تتلعب وما عنديش اي مواقف سلبيه مع التحكيم. كنا حابين نلقي الضوء على النقطه دي تحديدا عشان نوضح الاختلافات والفرق بين التعامل الاعلامي مع اللي بيحصل في الكاف في نادي الاهلي وانديه منافسه. طبعا دلوقتي هنطلع فاصل، هتقدر تمسك الموبايل ونرجع بعد الفاصل وفقره المنتدى، اوعى تروح في اي حته. ورجعنا لكم واخر فقراتنا ريمونتادا. حان وقت، لا قبل ما تبدا حان وقت حلوه بتاعه فرج موضوع فرج دي هوب سلام. ورجعنا لكم فقره ريمونتادا، وحان الوقت ان احنا نسقط اكذوبه يعني بص مش بتتنقلها الاجيال، اي حد عايز يلاقي سبب بيقول الاكذوبه دي. نطلع ونسمع المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي استاذ علاء وحيد قال ايه ونرجع نعقب. نوفمبر لابد تكافؤ الفرص كامل، الاسماعيلي هيروح لاعب المحله في المحله، الاهلي يروح المحله يلعبها في المحله. تمام. هنلعب في ملعب اتحاد الشرطه مع البنك الاهلي، الاهلي يروح ملعب اتحاد الشرطه يلعب البنك الاهلي. هي دي العداله اللي انا بطالب بيها اتحاد الكره، الاهلي يجي يلعب ماتشاته في الاسماعيليه ويشرفنا، والاسماعيلي يجي يلعب في استاد القاهره او استاد الاهلي. ونجيب ده هنا ونجيب ده هنا، وعادي احنا بننظم المسابقه واحنا قاعدين على الهواء. قصه ملهاش علاقه برغبه النادي الاهلي في حاجه، القصه كلها لها علاقه بالامن. النادي الاهلي مش هو اللي بيحدد ملعب المباراه، عشان حضرتك بتتكلم في العداله، واتحاد الكره بتصريحات رسميه اتكلم قبل كده اكتر من مره ان الموضوع خاضع للموافقات الامنيه. النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله يلعب في الاسماعيليه، النادي الاهلي بطل للدوري للمره 42 وده لسه بنقوله في اول الحلقه، وهو بيلعب في الاسماعيليه، وهو بيلعب في بورسعيد، وهو بيلعب في اي مكان، لان زي ما قلنا دي القاعده. فبالتالي النادي الاهلي الموضوع مش خاضع ليه. وبعدين سؤال، هو النادي الاسماعيلي والنادي المصري بيلعبوا فين؟ مواجهتهم المباشره بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في برج العرب. كان اولى وادعى ان حضرتك تتكلم في النقطه دي، الفريقين من القناه، من خط القناه، وبيجوا يلعبوا ببرج العرب لاسباب امنيه. اذا بالمنطق المجرد لازم افهم ان الموضوع له علاقه بالموافقات الامنيه، وقبل كده اتقال لحضرتك هات الموافقه على ملعب الاسماعيلي والنادي الاهلي ما عندوش اي مشكله، ودي التصريحات الرسميه وهو ده اللي عندنا. بنفضل نتناقل الفكره وكان النادي الاهلي ليه مصلحه في عدم اللعب في الاسماعيليه، وكان ده هيقلل من النادي الاهلي في حاجه. تصريح حسام زناتي واضح، ارسلنا جدول
عودة الدوري إلى الجهات الأمنية منذ 10 أيام وفي انتظار الموافقات النهائية. سيد الفاضل، النادي الأهلي لا يحدد أماكن لعب المباريات حتى فيما يخص هو. أوقات كتير جدا كنا بنحب نلعب في استاد معين وفي بطولات أفريقيا وما كناش بنقدر لأسباب أمنية نلعب في الاستاد. هو الحقيقة فارس لا النادي الأهلي ولا حاليا اتحاد الكرة، لأنه واضح جدا خلاص المفروض أنت بقيت عارف مين اللي بيحدد الملاعب، والأمور خلاص بقت لازم موافقة الأمن على الملاعب، ولازم موافقة الأمن أن النادي الأهلي يروح يلعب في الإسماعيلية أو يروح يلعب في بنك الأهلي أو يروح يلعب في استاد معين الإسماعيلي بيروح يلعب فيه. فالأمر ملوش علاقة بالنادي الأهلي، بس ده لا يعني اطلاقا اننا هنا مش بنحترم اراء النادي الاسماعيلي، مش بنحترم ان انت فكره تطالب بالمساواه والعداله، ولكن في اطار تبقى فاهم الظروف ماشيه ازاي، وان النادي الاهلي بعيد عن الموضوع ده، وخاصه ان النادي الاهلي في الاسماعيليه حقق نتائج كبيره جدا بالفوز بالسداسيه مرتين والفوز باربعه اكثر من مره. فالموضوع مش مرتبط بفكره ان انا اروح العب في الاسماعيليه بقدر ما مرتبط بفكره تاريخيه على مسؤولي الاسماعيلي ان هم ينقلوها لجماهير النادي الاسماعيلي، لان النادي الاهلي النادي الاسماعيلي ما بيتعرضش لظلم امام النادي الاهلي. اللي بيحصل واللي بنشوفه الموسم ده في النادي الاسماعيلي بدون تدخل النادي الاهلي في انه يجيب لاعبين من الاسماعيلي زي ما كان بيتقال سابقا، ودي كمان مباريات الاسماعيلي في الموسم ده 5 فوز 4 هزيمة 6 تعادل، يعني في 10 مباريات فشل ان هو يحقق الفوز على ملعبه في الاسماعيليه مع فرق اخرى غير النادي الاهلي. سجل 23 هدف، استقبل 19 هدف، وفقد 24 نقطه. فقد 24 نقطه بتوضح ان المشكله كانت عند النادي الاسماعيلي، واتمنى المسؤولين في النادي الاسماعيلي يصدروا لجماهير النادي الاسماعيلي الحقيقه، مش شماعه النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو الاكثر تضررا من عدم اللعب في الاسماعيلي. وده مش كلامنا، ده كلام رئيس لجنه المسابقات الاسبق الحاج نطلع نشوفه عامر حسين ونرجع مع بعض. لان انا بقول لحضرتك احنا لو كنا عايزين نطبق اللائحه حرفيا ونزل النادي الاسماعيلي وطبقا للائحه ما فيش ملامه على النادي الاهلي ولا علينا، كنت هقول للاسماعيلي هات لي انت موافقه الامن، وانا عارف ان هو مش هيجيب موافقه الامن على الاهلي، او هات لي ملعب بديل، فكان هو هيلعب في القاهره ومش هيلعب المباراه الثانيه في الاسماعيليه. اعتقد الكلام واضح جدا من الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات الاسبق اللي كان بيتعرض لظلم شديد جدا، ولما اتغير وجا حد مكانه عرفوا كويس جدا ان الراجل ده كان شغال بالفعل لخدمه الدوري المصري بشكل ما فيهوش الوان. والحقيقه بقى واضح جدا مين المتضرر، النادي الاهلي قادر على انه يجيب الموافقه الامنيه ان مباراه الاهلي والاسماعيلي الخاصه بالنادي الاهلي تتلعب في القاهره، ولكن نادي الاسماعيلي هل قادر على انه يجيب الموافقه الامنيه ان مباراه الاهلي والاسماعيلي تتلعب في الاسماعيليه؟ مش بيحصل. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان النادي الاهلي بيتعاقب، والمباراه اللي المفروض يلعبها في القاهره امام الاسماعيلي بيروح يلعبها في برج العرب. اعتقد وضحنا الصوره بشكل كافي، واذا عدتم في الامور ده هنعود مع كامل الاحترام والتقدير لجماهير الاسماعيلي واهل الاسماعيلي، لكن عندنا موضوع تاني يا فارس اعتقد حابين نتكلم فيه بشكل مختلف تماما. حابين نختم ببنايه الحلقه كابتن احمد حسام ميدو اللي بدا تجربه اعلاميه اتكلم فيها عن ان هي هتكون مختلفه، واحنا صدقناه وكنا في البدايه شايفينها فعلا مختلفه، الى ان غير كل حاجه، الى ان بدل كل حاجه وتحول لنوع من الاعلام غريب جدا على عكس ما هو بيروج. نشوف الفيديو ونرجع نعقد. انا يعني واخد قرار زي ما انا قلت لكم ان انا مش هتكلم في اي مشاكل تخص نادي الزمالك بره الملعب. وعلى فكره عندي معلومات كتيره جدا فيما يخص المشاكل اللي موجوده جوه نادي عند نادي الزمالك بره الملعب، لكن مش هتكلم فيها. مش هتكلم فيها. دلوقتي الحديث عن فرقه الزمالك فقط فنيا. فنيا. مفيش اي حاجه فنيا وملعب وتدعيم الفرقه، لان انا شايف ان ده دورنا. مش دورنا ان احنا نتكلم في اي حاجه ثانيه. وقلت الكلام ده قبل كده، وطبعا انتوا عارفين ان انا عملت الحمله والكامبين بتاعت الزمالك اولا، والحمد لله كل الناس يعني مشيت ورانا في الحمله دي على السوشيال ميديا، وفي ناس كتيره في البرامج اشتغلت ورانا في الحمله دي. وانا ده ايمانا مني ان ده اللي الزمالك محتاجه دلوقتي. الزمالك دلوقتي محتاج الدعم، دعم الفرقه فقط، الفرقه، ومحدش ياخدنا في مشاكل بره الملعب. الزمالك مش محتاج نعقب على اي حاجه بره الملعب، بس في نفس الحلقه وبعدها بدقيقه كان في كلام تاني. لا التعقيب انا ده، نطلع نسمعه هو الكلام التاني، نطلع نشوف كابتن احمد حسام ميدو في نفس الدقيقه في نفس الحلقه بيقول ايه. الامور في الاهلي هاديه جدا، في هدوء كبير، طبعا
احنا اتكلمنا امبارح باستفاضه عن التصريح رمضان صبحي والناس والرد وجبنا شريف اكرامي معانا وجبنا علي صقر الايجنت بتاع رمضان اتكلم معانا، لكن خلاص الموضوع ايه الاهلي بيطفي مكان يعني زي ما بيقولوا، والامور سهله جدا والامور في الاهلي هادي جدا. احنا بنشكر النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي اننا قادرين نطفي مكان وما نسمحش باي مشكله تحصل تتناولها اي حد اعلامي. كان الكابتن احمد حسام ميدو بيحاول ان هو يجيب مداخلات ممكن بعد لقاء احد اللاعبين السابقين في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي مركز في هدفه، مركز في بطوله افريقيا، وكلنا ان شاء الله باذن الله منتظرين 27 نوفمبر نحتفل باذن الله بالفوز ببطوله افريقيا. نشوفكم في حلقات جديده من الاهلي خط احمر. سلام.